السلام عليكم يا شباب، هنتكلم عن محاضرة من محاضرات الإبيديميولوجي بعنوان General Principles of Prevention and Control of Communicable Diseases. معاكم شيماء. الأوتلاين الخاصة بالمحاضرة، أول حاجة هنتكلم على Difference between Prevention and Control. بعد كده هنتكلم على Levels of Prevention، primary level والsecondary level and tertiary level of prevention. بعد كده هنتكلم على general principles of prevention and control of communicable diseases. وطبعا ال principles دي tailored according to ال infection cycle، زي ما اخدتوا ال infection cycle في محاضرة ال infection process. هنلاقي ان احنا عندنا measures toward the agent و measures toward the reservoir و measures toward contact and measures toward the. بعد كده هنتكلم على difference between prevention and control. Prevention دي عبارة عن measures are taken or are applied before the disease occurrence to prevent طبعا the disease occurrence. بينما control دي عبارة عن measures that are applied or taken to prevent the spread or transmission after disease. بعد كده هنتكلم على disease prevention. احنا عندنا 3 levels for disease prevention: the primary level of prevention و secondary level و tertiary level. طبعا في كل level من ال levels of prevention بيبقى ال aim مختلف. يعني في primary level of prevention بيبقى الديزيز لسه ما حصلش، وبالتالي احنا الايم بتاعنا او الاوبجكتيف بتاعنا ان احنا تو بريفنت الديزيز اوكيرنس، تمام. ولكن في السكندري ليفل وفي التيرشيري ليفل الديزيز خلاص اوريدي حصل، يبقى احنا كده الاوبجكتيف بتاعنا او الايم بتاعنا زي ما قلت ان احنا عندنا 3 ليفلز اوف بريفنشن: برايمري ليفل اوف بريفنشن، سكندري ليفل اوف بريفنشن، and tertiary level of prevention. اي بعد كده هنتكلم على ال primary level of prevention. بالنسبة لل primary level of prevention طبعا ده concerned with healthy people، وطالما طبعا concerned with healthy people يبقى اكيد التارجت بتاعه او التارجت بتاع الليفل ده ان to prevent او to delay disease occurrence من خلال ال health promotion وال specific protection. بعد كده بالنسبة لل aims of primary prevention، زي ما قلت ان احنا نعمل prevention لل disease occurrence من خلال طبعا ان احنا نعمل enhancing لل individual resistance to risk factor، او من خلال preventing the exposure to risk factor. وحنشوف طبعا measures اللي اتحقق لنا. بعد كده هنتكلم على ال component of primary level of prevention. It includes health promotion and specific protection. وهنعرف طبعا in details ايه الميجرز الخاصة بالhealth promotion وايه الميجرز الخاصة بال. اول حاجة هنتكلم على الhealth promotion measures، وتشمل اول حاجة health education to the public، وهنعرف طبعا health education عن ايه. بعد كده health for lifestyle، هنعرف برضو الhealth for lifestyle بيشمل ايه وايه وايه وايه. بعد كده الانفيرومنتال سانيتيشن بكل الكومبوننت بتاعتها، والاوكيبيشنال هيلث اند سيفتي لكل جوب طبعا على حسب الهازارد بتاعتها. بعد كده نوتيفيكيشن اباوت الكوميونتي. اول حاجه هنتكلم على الهيلث اديوكيشن. طبعا الهيلث اديوكيشن بيتعمل من خلال ديفرنت مينز، زي التي في، زي النيوز بيبر، زي المجازين، تمام. ودلوقتي طبعا في الديجيتال ايرا اللي احنا فيها بنستعين طبعا بالفيسبوك، وبنستعين بالواتساب، وبنستعين بالديفرنت سوشيال ميديا، تمام. وطبعا اقرب مثال هو الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي، وهو فيروس كورونا. تفتحوا التلفزيون تلاقي بيتكلموا عن فيروس كورونا، عملوا هوت لاين خاص بفيروس كورونا، عملوا طبعا لينك او عملوا موقع خاص بالاستفسارات عن فيروس كورونا. فكل دي different means ل raising awareness of the public. فدايما لازم طبعا الhealth education بيشمل الديزيز، الديزيز manifestation او signs symptoms،
الريسك فاكتور، الكوزس، المود اوف ترانزميشن، واهم حاجه طبعا البريفنتيف ميجرز وايه هي بعد كده هنتكلم على الهيلث فول لايف ستايل. وطبعا الهيلث فول لايف ستايل ده هيساعدني في ان انا احسن الاميون سيستم. تمام. طيب الهيلث فول لايف ستايل ده هيتحقق من خلال ايه؟ اول حاجه او بيشمل ايه؟ اول حاجه بيشمل الويل بالانسد دايت. تمام. يعني في ناس مين اللي عايشه على الجانك فود او على الفاست فود، فده طبعا نوت هيلثي بالمره. فالمفروض طبعا عشان احنا يعني تو ديلاي ديزيز اوكيرنس او تو بريفنت ديزيز اوكيرنس ان احنا نتبع نظام غذائي سليم او صحي. تمام. لكل ايج جروب طبعا على حسب. بعد كده ادكوت ريست اند سليب، وطبعا ريجولر فيزيكال اكسرسايز، وطبعا الدنتال كير والفريكوانت هايجينيك كير اند بريودك. بعد كده الانفايرمنتال سانيتيشن، وتشمل طبعا سانيتوري ووتر سبلاي والسانيتوري اير او ادكوت فنتليشن وانسكت اند رودنت كنترول والسيف ريفيوز ديسبوزل والسانيتوري سيوج ديسبوزل والسانيتوري فود. وطبعا كل الحاجات دي انتوا اخدتوها ان ديتيلز في الرورال روتيشن. بعد كده هنتكلم على السبيسيفيك بروتكشن، والسبيسيفيك بروتكشن دي بتتعمل او خاصه بالهاي ريسك جروب. فطبعا بعد ما بنعمل ايدنتيفيكيشن للهاي ريسك جروب، اول حاجه طبعا بنشوف هل يا ترى الديزيز ده ليه فاكسين. لو الديزيز ده ليه فاكسين طبعا بيتعرض للهاي ريسك جروب دول. طيب لو في ميديكيشن معين كان بريفنت ذا ديزيز اوكيرنس، ممكن برضو ان احنا ندوه لهم، وده بنسميه الكيمو بروفلاكسيس. يبقى الكيمو بروفلاكسيس المقصود بيها administration of specific medication to prevent the disease occurrence، زي حالات الاميون ديس اوردر، دول بنديهم انتيبيوتيك عشان to prevent البكتيريال انفكشن وخاصة الاوبرتيونستيك انفكشن. كمان بنديهم health education، وبيشمل طبعا اول حاجة الديزيز definition، المانيفستيشن، ايه هي البريفنتيف ميجرز، ايه هي الكومبليكيشن. بعد كده نوتيفيكيشن اباوت الكوميونتي ريسورسز، لازم طبعا من الهاي ريسك جروب يبقوا عارفين الكوميونتي ريسورسز او الهيلث كير فاسيليتيز. تمام. المختصه بالديزيز ده، بحيث لو جالهم المرض يبقوا عارفين هيتوجهوا. بعد كده هنتكلم على السكندري ليفل اوف بريفنشن، وفي المرحله دي طبعا بيبقى خلاص الديزيز حصل. تمام. وكل هدفنا ان احنا to prevent الكومبليكيشن، او ان احنا نساعد البيشنت ان هو to adapt to the disease. بعد كده ال aims of secondary level of prevention، اول حاجة طبعا ان احنا نعمل treatment للديزيز او early treatment كمان، بحيث ان احنا ما نوصلش لمرحلة الكومبليكيشن. تمام. وان احنا كمان نقلل السيفيريتي والديوريشن اوف ديزيز. الكومبوننت اوف سكندري بريفنشن، اول حاجه ايرلي ديتكشن اند كيز فايندينج، لان احنا كل ما نعمل ديتكشن بدري للحالات كل ما هنعالجهم بدري. تمام. وبالتالي مش هنوصل لمرحله الكومبليكيشن او هنحسن البروجنوزس اوف ديزيز. طبعا تاني حاجه برومبت تريتمنت. تمام. لو فعلا الحالات مشت على اللاين تريتمنت المظبوط، مش هنوصل لمرحله الكومبليكيشن. وبعد كده بريفنشن اوف كومبليكيشن اند ديسابيليتي ليميتيشن. اول حاجه الايرلي ديتكشن اند كيس فايندينج، وده بيتعمل من خلال السكريننج واللابوراتوري انفستيجيشن اند. بعد كده هنتكلم على البرومبت تريتمنت، وده طبعا بيشمل الميديكال كير والنرسينج كير. الميديكال كير طبعا البريسكرايبد ميديكيشن. تمام. لازم يبقى فيه adherence للprescribed medication أو prescribed line of treatment. بعد كده nursing care and specific education. nursing care طبعا على حسب الcondition على حسب الديزيز. تمام. وكمان specific education برضو according to the disease أو بعد كده هنتكلم عن prevention of complication and disability limitation. طبعا احنا نقدر نعمل prevention للcomplication من خلال
الميديكيشن كومبلاينس، يعني لو الكيسز او لو البيشنت فعلا التزموا باللاين اوف تريتمنت تمام، الميديكال والنورسينج او بالبلان اوف كير الموضوع من قبل الهيلث كير بروفايدرز، اكيد مش هنوصل لمرحله الكومبليكيشن تمام. كمان الفولو اب لازم طبعا يبقى فيه بيريودك فولو اب از سكادولد باي فيزيشنز، education about the danger signs طبعا لازم يبقوا عارفين ايه هي الدينجر ساينز اللي لو حصلت لازم طبعا to seek a health care provider او to seek the nearest health care facility بحيث ما يوصلوش لمرحلة الكومبليكيشن. بعد كده هنتكلم على tertiary level of prevention، والtertiary level of prevention ده بيشمل rehabilitation او اعادة تأهيل and follow up. بعد كده هنتكلم على rehabilitation او اعادة التأهيل، والrehabilitation ده المقصود بيه ان احنا بنعمل restoration او retaining للindividual to the optimum level of physical, social and psychological level of functioning as possible، بمعنى ان الشخص اللي حصل له disability ده اكيد عنده مشكلة من ناحية الphysical، وليكن مثلا على سبيل المثال حصل له امبيوتيشن في ايده او في رجله تمام، فالمفروض طبعا ان هو يتوفر له ارتفيشال ليمب من الناحية السوشيال، يتعمل له طبعا سوشيال سبورت لان طبعا وارد ان هو يكون العائل الاساسي للاسرة تمام، وبالتالي بعد disability الانكم بتاعه وبتاع الاسرة كلها هيتأثر، فلازم يتعمل له طبعا سوشيال سبورت. بعد كده من الناحية السيكولوجيكال طبعا هو اكيد هيبقى depressed بعد disability دي، فلازم طبعا يتعمل له emotional support، ولذلك نلاقي ان rehabilitation بيشمل physical و social و psychological and vocational، المقصود طبعا بال vocational rehabilitation ان هو بعد ما حصل له disability تمام اكيد الجوب اللي كان بيشتغلها قبل كده او اكيد الوظيفة اللي كان فيها مش هتبقى مناسبة معايا بعد الديسابيليتي دي، فلازم طبعا يتعمل له فوكاشنال ريهابيليتيشن او سواء كان هيتنقل لقسم تاني مناسب طبعا لطبيعة العجز او الديسابيليتي اللي حصلت له تمام، او ان هو يشتغل في قطاع تاني خالص، المهم ان هو يتعمل له فوكاشنال ريهابيليتيشن تمام، او يتوفر له وظيفة على حسب الديسابيليتي اللي حصلت. طبعا بعد كده هنقول example of tertiary prevention او mainly rehabilitation زي الفيزيوثيرابي او العلاج الطبيعي اللي بيتعمل للحالات اللي عندها paralysis، و learning applied person a useful work to achieve income and to return to normal life، وده اللي احنا بنقول اللي انا قلت عليه ال vocational rehabilitation، يعني الناس اللي عندها اعاقة في البصر تمام، نقدر ان احنا نعلمهم اي حاجة تانية من خلالها انهم يبقى ليهم دخل تمام، بحيث من الناحية السوشيال ما يبقوش كده خلاص يعني ما عندهمش اي مصدر للدخل تمام، وكمان من الناحية السايكولوجيكال ما يبقوش ديبرست او حاسين ان هم كده بقوا يوزلس في المجتمع. بعد كده هنتكلم على principles of prevention and control of communicable diseases، ومقسمينها الى measures toward agents و measures toward reservoir سواء كان cases او carriers او animal reservoir، و measures toward contacts و measures toward، اول حاجة measures toward agent ودي بتشمل sterilization and disinfection. الفرق بين sterilization و disinfection هما طبعا الاثنين او both of them are decontamination process تمام، ولكن الاستيرلايزيشن احنا بنعمل من خلالها كيلينج كل الفورمز اوف مايكرو اورجانيزمز وكمان السبورز بتاعتها تمام الموجوده على الاسطح المختلفه، سواء كانت موجوده على سيرفيس او سواء كانت موجوده على انسترومنت معينه زي السيرجيكال انسترومنتس مثلا تمام. اما الديس انفكشن دي عبارة عن process of eliminating most of the microorganism تمام، ولكن طبعا excluding the spores،
يعني الفرق بين الاسترولايزيشن والديسانفكشن، ان انا في الاسترولايزيشن بعمل كيلينج لكل المايكرو اورجانيزم بالسبورز بتاعتها، تمام. اما الديسانفكشن انا بعمل اليمينيشن للمايكرو اورجانيزم طبعا اكسكلودينج السبورز، تمام. طيب الاسترولايزيشن ليه طبعا ديفرنت ميثودز، زي ممكن اعمل استرولايزيشن من خلال الهيت، من خلال الكيميكال، من خلال الراديشن and so on. اما الديسانفكشن من امثلة الديسانفكتانت المختلفة زي الكلور، زي الهيدروجين بيروكسيد، زي الالكحول. عايزة اقول طبعا ان احنا لما بنعمل disinfection للسويل the articles او equipments of patients احنا كده بنقلل ال communicability او بنقلل ال spread of infection اللي ممكن تكون concurrent، يعني لما يبقى ال patient still hospitalized او terminal after the patient discharge or بعد كده هنتكلم على measures الخاصة بال reservoir of infection. وزي ما قلت ان الريزرفوار اوف انفكشن ممكن يكون كيزز، ممكن يكون كاريرز، ممكن يكون انيمال ريزرفوار. الميجرز بقى اللي بتتعمل للريزرفوار اوف انفكشن، اول حاجه سيرفيلانس. سيرفيلانس يعني الترصد او ان احنا بنعمل داتا كولكشن واناليسز وانتربريتيشن عن الديزيز اوف انترست، تمام، عشان خاطر طبعا ناخد سبيسيفيك اكشن. وانت طبعا في محاضرة قائمة بذاتها عن السيرفيلانس هتفهموها ان ديتيلز. بعد كده الكيس فايندينج اند ايرلي ديتكشن او اللي بنسميه السكريننج، طبعا كمان من خلال الريبورتنج او نوتيفيكيشن تو الهيلث اوثوريتي، كمان الايزوليشن ديورنج الكوميونيكابيلتي بيريود، وطبعا التريتمنت او الكومبلاينس ويز ميديكيشن، لان هو طبعا الكيسز دي مش بس عشان خاطر ان هي تخف بسرعة، لا ده كمان عشان هي source of infection لكل اللي حواليه. بعد كده هنتكلم على المجرد الخاصة بالانيمال ريزرفوار. طبعا الانيمال ريزرفوار المجرز الخاصة به ان احنا بنعمل eradication للريزرفوار، ده من خلال اول حاجة ان احنا نعمل killing لكل infected animals، او ان احنا نعمل slaughtering يعني نذبح كل ال infected animals دي عشان ما تبقاش source of infection، او ان احنا نعمل immunization لل uninfected animals. طبعا على حسب لو الديزيز ده ليه vaccine ممكن ان احنا نديه لل. بعد كده هنتكلم على الميجرز الخاصة بالcontact او susceptible host. اول حاجة طبعا لازم نحدد الcontact او نعمل لهم investment، تمام، بحيث ان احنا نقدر نتابعهم ونشوف هل يا ترى هم فعلا بقوا بوزيتيف يعني عندهم الديزيز او جالهم الديزيز ولا نيجاتيف. لازم طبعا يتحطوا اندر اوبزرفيشن او يتعمل لهم سيرفيلانس فور ذا لونجست انكوبيشن بيريد اوف ديزيز، ويتعمل لهم ايزوليشن برضو فور ذا لونجست انكوبيشن بيريد اوف ديزيز. وطبعا لو الديزيز ده ليه فاكسين يفضل ان هم ياخدوا الفاكسين او الكيمو بروفلاكسيس. بعد كده هنتكلم على الميجرز الخاصه بالانفايرمنت. لازم طبعا نقلل الاوفر كراودنج، لان الاوفر كراودنج دي هي اللي بتساعد في السبريد اوف انفكشن. لازم طبعا يبقى في سيف ووتر سبلاي وفي فود سانيتيشن وسيف ريفيوز ديسبوزال وسيف سيوج ديسبوزال، وفي ميجرز خاصه بالفاكتورز and so on. هفكركم سريعا يا شباب بالاوتلاين اللي احنا اتكلمنا فيها. احنا اول حاجة قلنا الفرق بين البريفنشن والكنترول، بعد كده اتكلمنا عن الليفل اوف بريفنشن الثري ليفل البرايمري والسكندري والترشري. بعد كده اتكلمنا عن الميجرز او البرنسبلز الخاصة بالبريفنشن اند كنترول اوف كوميونيكابل ديزيزز، ومقسمينها الى ميجرز دايركتد توورد البيشنتس وميجرز دايركتد تو الريزرفوار وميجرز دايركتد تو الانفايرمنت وميجرز دايركتد تو الكونتاكت او سسبتبل هوست. بليز اف يو هاف اني كويشن دونت هيزيتيت تو كونتاكت مي. ثانك يو سو ماتش اند ويش اول اوف يو بيست.